الدور ديالهم اليوم في هذه الوقفه الاحتجاجيه وقفه الكرامه. نحن نعلن بصفتنا كتاب المحلفين، نحن وراء المجلس الجهوي في كل قراراته، ونعلن تضامننا مع الزميل ديالنا بناء على اننا نؤمن ببراءته، ولهذا نشكر الجميع والى اللقاء. الشروط القانونيه للمحاكمه العادله تصون حقوق المتابعين في هذا الملف، كما ينددون بتنامي الشكايات الكيديه والوشايات الكاذبه والاعتداءات الجسديه والمعنويه، ناهيك عن بعض الاحكام التاديبيه الجائره اخرها الحكم التوقيف المؤقت الذي صدر في حق الزميل. يشدون على ايدي زملائهم بمختلف المجالس الجهويه عبر التراب الوطني على حماسهم وتضامن لا مشروط مع مجلس جهه طنجه تطوان الذي عبروا عنه عبر مختلف الوسائل التواصليه والبيانات الجاده والهادفه. ثالثا، يحيون الموقف النضالي التضامن المتقدم الذي عبرت عنه بعض المجالس الجهويه للمفوضين القضائيين على الصعيد الوطني. المملكه الشريفه ولكم منا الف تحيه واحترام. شكرا شكرا شكرا. اذا شكرا. القضائي